ونحن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وعليكم السلام وبركاته. أنا شكرا. تفضل. صلاة الله. الحمد لله بخير. ماشي. فهذا اللي يشكل مع حبيب الأول حبيب حاج لأنه يقول لا صلاة بعد العصر كيف هو يصلي الصلاة بعد العصر؟ واضح؟ هذا هو الإشكال. الجواب من ناحيتين، الناحية الأولى وهي الآن لأنها تتعلق بنا نحن المتبعين للرسول عليه الصلاة والسلام، تتعلق به وله خصوصا. فالناحية الأولى وهي الآن جوابها أن حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس من العام المخصوص، مفهوم هذا الجواب من ناحية الفقهية؟ العام المخصوص. نعم. يعني هذا الحديث عام وله تخصيص في مكان آخر. تمام. مخصصه حديث علي رضي الله عنه ومثله حديث أنس بن مالك نهى عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية. واضح؟ هذا الاستثناء يخصص الحديث الأول. الحديث الأول يشمل كل الوقت الذي يلي صلاة العصر. الحديث الثاني بيقول لك لا، مش كل الوقت، وإنما الوقت اللي تبدأ فيه الشمس بالإسفراب وتتضيق للغروب. وإذا عرفت هذا الحديث عن علي وأنس فإن ينطاح الإشكال. صح؟ لكن من المفيد أن نذكر الجواب الثاني، لأن هذا يفيدنا في قضايا أخرى. الجواب الثاني، نفترض أنه ما علمنا بهذا الحديث المخصص، واضح؟ منقول هو قال لأمته لا صلاة بعد العصر، لكن هو له أن يفعل، له خصوصيات، تزوج مثلا بتسع من النساء وأكثر. بينما لما جاء رجل وعنده تسع نساء وأسلم، قال له أمسك أربعا منهن وطلق سائرهن. في خلاف هذا بين هذا وبين ذاك؟ لا، هذه خصوصية للرسول عليه السلام. إذا كون الرسول صلى بعد العصر بتكون هذه ايش؟ خصوصية له. لكن هذا بيجي متى؟ فيما إذا كنا على غير علم بحديث علي إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية. واضح الجواب؟ عفوا سيدي، بالنسبة لحديث علي، حديث رأي علي وإلا وعليكم السلام ورحمة الله من المأجورين. اللهم آمين يا رب العالمين. وين أنت يا دكتور؟ أنا تحت الأمر جند. العهد بعيد. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف أنت؟ طيب. أهلا مرحبا. سؤال آخر. نعم.
بالنسبة للتكلم كنت أعرف السؤال أنه حديث علي هو حديث علي كرأي لعلي ولا حديث ولا روى الحديث علي عن رسول الله؟ لا نقول حديث علي قال لا رواه علي وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة النقيق، وهو حديث مرفوع. نعم.